هون ببوردرلس انا بي اس اس فاسيليتور ايفنت كوردينيتور. بالايفنت كنا عم بعمل اويرنس اكثر خاصه مثلا بالهايجين بالبولينج وومن امباورمنت. الايفنت بيكونوا للكير جيفرز وللكيدز عنا بالمركز. اليوم عنا سيشن سيلف كير ان كولابوريشن مع امبريس. امبريس جاي شخص من هنيك اسمه باندين, هي شيز سايكولوجيست واوتريتش اند اويرنس كوردينيتور. اجت تعطي سيشن للاولاد اللي هن رح يتخرجوا اخر هالجمعه. هن الاولاد تقريبا اعمارهم بين 12 وال 14 سنه. أنا اليوم هون ببوردرلس عملت مع الأطفال والمراهقين جلسة عن الصحة النفسية. هذه الجلسة هدفها إنه توعي الأولاد من هنا وصغار عن أهمية الصحة النفسية, شو هن العوارض اللي معقول يلاحظوها بس يكون في مشاكل بالصحة النفسية, وكمان نعطيهم استراتيجيات يقدروا يطبقوهم بحياتهم اليومية كرمال يقدروا يهتموا بحالهم, يعملوا مثل ما نقول رعاية ذاتية, ويقدروا يكونوا عم يعملوا وقاية لحالهم بالبيت لمشاكل الصحة النفسية. وأكيد إذا هن وهذا الشيء دائما بندور عليه عملوا هالاستراتيجيات وما قدروا يحسوا حالهم احسن, وين فيهم يلجأوا للدعم والمساعده اللي هن بحاجه لها. علمت ان لما نعصب يعني ما اروح انه سر اكسر واضرب, يعني بروح احكي مع حدا يهديني او قول له الشيء اللي بحبه يعمل لي بصير. صراحة التفاعل كان كتير إيجابي, يعني كانوا كلهم كتير انترستد بالموضوع اللي عم نحكي عنه, وكان في أسئلة كتير, وكان في هن عم بيشاركوا خبراتهم معنا كمان. كانوا هن عم بيعطوا أساليب تقدر تطبقها على حياتهم اليومية, مش إنه شيء هن بعاد كتير عليه.